توجه رسالة للمنتخب المصري قبل أمم أفريقيا؟ نقول شدوا حيلكم، ربنا يوفقكم، البلد بلدكم، وترفعوا راسنا، يعني ترفعوا راسنا كده ان شاء الله، واحنا قلوبنا معاكم. اقول لهم ربنا يوفقكم، شدوا حيلكم، ويبقى في روح عاليه، وان شاء الله الفوز لمصر. ربنا يوفقكم ان شاء الله وترفعوا راسنا. ربنا يوفقه وربنا يقويه ويسعدنا زي ما احنا عاوزين نفرح يعني. ربنا يوفقهم وان شاء الله يحققوا نقط كتير وهجمات اكتر ان شاء الله. احنا فرحانين بالمنتخب وعايزين عايزين يعني عايزين البطوله، عايزين تفرح المصريين، عايز ان المصريين كلها تفرح، يبقى يوم عيد علينا يوم ما احنا ناخد البطوله. احب اقول للمنتخب احنا عايزينكم تبقوا رجاله، وسيبك من كلام الناس اللي بتخلينا مش ايجابيين، عايزين نبقى جامدين جامدين جامدين، يعني عايزين الاعلانات اللي معموله في الشوارع تاثر فينا شويه. ربنا يعينكم، ويعني احسن ما عندكم تطلعوه، ويا رب باذن الله نكسب او يطلعوا حاجه حلوه لمصر. يعني ان شاء الله البطوله بتاعتنا كده كده، لان هي عندنا، بس انا عايز يعني اللعيبه تبتدي.